ميزان جماهيرية الأحزاب وقواعدها الانتخابية هو الصندوق. في تونس أسفر صندوق الانتخابات الأخيرة عن مجلس مشتت تقاربت فيه أعداد نواب الكتل. حركة النهضة تواصل تصدر المشهد بأغلبية بسيطة وبروز لم يدم طويلا لحزب قلب تونس كثاني كتلة ب38 نائبا استقال منهم 11. الصندوق نفسه أعاد رموز النظام القديم بحصول الدستور الحر على 16 مقعدا. ثم تيار حزبي يناضل اليوم للبقاء والصمود اللي هو يتمثل أساسا في حركة النهضة، وأحزاب صاعدة في المشهد تحاول بكل قوتها افتكاك المساحات وملء الفراغات اللي هو أساسا حزب الدستور الحر، واللي من كروش اليوم اللي هو حزب يسجل في نقاط قوية. الانتخابات الأخيرة سجلت أقل مشاركة منذ الثورة بنسبة 41%. غاب خلالها اليسار التونسي وتقهقرت الأحزاب الكلاسيكية وبرزت أخرى جديدة على غرار التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة. مشهد يؤكد عدم إجماع التونسيين على أي مكون سياسي لإدارة الشأن العام. المواطن التونسي في منذ 10 سنوات إلى الآن ينتظر من السياسيين مردودا جيدا، ينتظر نتائج اقتصادية واجتماعية لم تأتي لحد الآن، إضافة إلى ذلك هذا المشهد الترذيلي في مجلس النواب. فسيفساء سياسية جاءت بها انتخابات 2019 لا أغلبية لأحد. عوامل كثيرة كانت سببا في تشتت الأصوات ومنع تحصيل الأغلبية القادرة على تشكيل حكومة مستقرة، أهمها قانون الانتخابات وخطاب الأحزاب الذي على ما يبدو لم يرتقي إلى مستوى تطلعات شعب يبحث عن الأفضل في كل صعيد. ما زالت أحلام التونسيين معطلة بعد ارتباك المشهد السياسي وتجاذباته الحزبية، وينظر التونسيون إلى انتخابات عامة بقانون انتخابي جديد قد تنقذ البلاد من هذا المأزق في حال تعثرت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. علي القاسمي، العربي، تونس.